بتقدر فيه الخلفية الذكية اللي هي بتأمن حضور اجتماعي وسياسي للحقائق اللبنانية اللي بالنادر عم تورد بوسائل الإعلام. أنا سبق وحكيت عن أخبار الصباح بالبرنامج نفسه، تعودنا عليه، برنامج سريع الهضم، كل يوم في شيء جديد، وإطلالة اللي عم بيقدموا البرنامج حلوة. طبعا بنقول له كل سنة وانتم بخير لكل الفريق، لأنه فعلا برنامج جاذب للاهتمام، وبعتقد من الأوساط اللي بعرفها يتابع بشكل جيد، وأنا بتابعه حسب يعني وقتي، لأنه فترة الصبح يعني مش كتير متاح التلفزيون للي عندهم أشغال. إن شاء الله تكملوا بهيدي الهمة، عندكم فريق عمل ممتاز عم يشتغل، إن شاء الله الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاح.